السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احوال جيده. الغزالات ديالي اليوم جبت لكم الطاجين المغربي او الملالي خصوصا. المهم انا خديت اللحم ديالي شرملتو بالليل وتال الصباح عاد غنطيبو. البنات ماشي ضروري انكم تشرملوه، وكيبقى اللحم على حسب عدد الافراد. البنات ندوزو للمقادير. كنحتاجو نص كاس ديال الزيت خليط ما بين زيت العود والزيت النباتيه. كنحتاجو الزعفران شعره كنخوي عليه الماء الطايب. كنحتاجو معلقه ديال الخرقوم كبيره، ومعلقه كبيره ديال الزنجبيل، ومعلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال القزبر حبوب، ومعلقه صغيره ديال القرفه او لا القرفه عواد، ومعلقه صغيره ديال الملح كيبقى على حسب الذوق. كنحتاجو 3 الفصوص ديال الثومه، وكنحتاجو البصله على حسب اللحم. انا عندي 6 البصلات، الا قللتو اللحم غديرو 3 البصلات او 4 البصلات. مهم البنات كنحتاجو اللوز للتزيين، وكنحتاجو المشماش للتزيين، كنحتاجو قزبر ومعتنوس. مهم البنات هادو هما المقادير. ندوزو دابا لطريقه التحضير. كنخلط كاع المكونات، وكندير اللحم وكنديرو فوق النار يتقلى. من بعد ما خليت اللحم ديالي كيتقلى، دابا غنقطع البصله على هذا الشكل هذا رقيقه باش دغيا طيب ليا. غنقطع القزبر ومعتنوس، وغناخذ الزعفران، نص ديال الزعفران غندرتو، ودابا غنخلي هذا الشيء حتى من بعد عاد غنديرو. وكناخذ اللوز كنخوي عليه الماء الطايب وكنفسخو، ومن بعد عاد غنقليه انطلاقه. المهم البنات من بعد ما تقلى لي اللحم وكنقلبو على كاع الجوايه، يعني كيتقلى مزيان، دابا غنزيد. المهم البنات دابا غنزيد في البصله ديالي من الفوق، كنفوق اللحم وغنزيدها، وغنزيد الكسكور والمعكنوس. البنات سمحوا لي ما تصورش لي الزعفران، ضفت داك شويه ديال الزعفران اللي بقى ليا. ودابا يا البنات غنخلي اللحم يطيب، وغنخلي الطاجين، غنسد على الطاجين وغنخليه حتى يطيب مزيان، ومن بعد نطلق. المهم هانتوما البنات من بعد ما طاب ليا الطاجين، شفتوا البصله مبقاتش كتبان كتذوب. المهم دابا غندوز دابا البنات غناخذ المشماش وغندير ليه القرفه والماء وغنديرو طيطيب. من بعد ما كيبدا يطيب لينا المشماش كنزيدو واحد المعلقه ديال السكر وكنخليوه يتعسل. المهم من بعد ما تعسل لينا المشماش غنحيدو دابا من فوق البوطه وغنديرو وغنصفيوه، وعاد من بعد غنستعملوه. دابا البنات كناخد اللوز وكنزيد عليه الزيت بارد، عاد كنديرو فوق النار. المهم البنات هاللوز ديالي تحمر. مهم البنات ما كنتش غندير البرقوق، ولكن عجبت قلت غندير البرقوق، ندير غير شويه غنزين به حتى هو. مهم البنات راكم عارفين كيفاش كيطيب، ومن بعد كتعسل ليه بشويه السكر. مهم البنات من بعد ما طاب الطاجين ديالي هانتوما كتشوفوا دابا التزيين كيبقى اختياري. دابا كناخذ البرقوق وكنديرو في الزنجلان. مهم غنزوقوا التزيين كيبقى على حسب كل واحد شنو كيدير. المهم انا قلت غنزينو بهذه الطريقه. المهم البنات نكمل التزيين ومن بعد نتلاقى. الغزالات ديالي هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، الطاجين الملالي البنات فوق الفاخر، كيجي زوين وبنين بزاف. المهم البنات جربوه ومرحبا بكم، اللي جالبني من الليل مرحبا بي. المهم الغزالات ديالي ما تنساوش لي لايك وتشتركوا.